كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. قبل القانون الإخوة الله يجزيكم بخير. تك مسافة لا تقل على مترين ما بينكم واحد. الله يجزيكم بخير الإخوة. نكونوا مسؤولين شوية. نكونوا مسؤولين الله يجزيكم بخير. السبب الرئيسي اللي غيكون فيه الضرب الشامل طنجة رغم انها تنتقل الواقع المقاهي رئيسا استغنى عليها من الاحسن لان البحر هو السبب الرئيسي اللي غيكون في انتشار اكبر بقرة طنجاوية. هذه القرارات منتخبة من طرف السلطة المحلية والاجهزة الامنية الله يجازيكم بخير. راه البحر ما يهربش والغابة ما تهربش والريادة ما يهربوش ولكن صحتك الشريفة هنا مشات. صحتك امان اجبارية حافظ على راسك وعلى وليداتك وعلى المجتمع ديالك عامة. الله يجزيكم بخير. الله يرى بالعين المجردة. اللي بقى الإخوان كتشري كتعلق سيدة لله لمصلحتكم. اللي كيخلقونا بؤر كل يوم، حجم التجمعات اللي كيخلقونا بؤر الله يجزيكم بخير. 24 ساعة على 24 ساعة، والله لا زولتيها. قانون الإخوان، مع احترام مسافة الأمن الإخوان. أكبر فاجعة في مدينة طنجة لأن غيكونوا الضحايا والإصابات بالآلاف.
الشيء الثاني راه 12 ساعة تبقى لابس كما 24 ساعة على 24 ساعة. حشومة سيدي عار، قسما بالله لعار الإخوان، إوا غف عليك على السلطة وقال لك البس كمامة وأنت عارف أنك كمامة إجبارية وكيعاقب عليها القانون الإخوان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.